السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبني لمن بنى هذا المسجد بيتا في الجنة، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كما سمعتم من المقدم جزاه الله خيرا، ليسأل كل واحد نفسه: ماذا قدمت لهذا الدين؟ أريد أن أسأل أسئلة معاشر الأحبة: هذا الدين الذي نتحدث عنه ما هو؟ أجيبوا إخواني، دين الإسلام، وهو دين رب العالمين. دين ماذا؟ رب العالمين، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا الدين دينا نتعبد به إليه. إن الدين عند الله إيش؟ الإسلام. ولهذا علينا أن نتسمى بهذا الدين. هو سماكم إيش؟ المسلمين. فكل من دخل في الإسلام فهو داخل تحت هذا المسمى، أخ لنا في الإسلام. طيب، ما هو الإسلام؟ لو واحد سألك قال: ما الإسلام؟ هو الاستسلام. صحيح. إيش معنى الاستسلام؟ يعني أنك تستسلم، أنك ماذا؟ تستسلم. الاستسلام لله بأي شيء؟ بالتوحيد. احفظوا هذا التعريف: هو الاستسلام لله بأي شيء؟ بالتوحيد. والانقياد له بماذا؟ بالطاعة. والخلوص من الشرك. والخلوص من الشرك، يعني تتخلص من الشرك. لا يمكن أن تدخل الإسلام إلا إذا تركت الشرك. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن إيش؟ بالله، فقد استمسك بالعروة الوثقى. أما إذا لم يتخلص الإنسان من الشرك فليس بمسلم ولو قال لا إله إلا الله. يعني مثلا واحد الآن قال لا إله إلا الله وذبح لغير الله، هل يكون مسلما؟ أجيبوا: لا. لو قال لا إله إلا الله وصلى لغير الله، هل يكون مسلما؟ أجيبوا: الجواب لا، لأنه لم يكفر بالطاغوت. لم يكفر بماذا؟ بالطاغوت. ولهذا إخواني، التوحيد عزيز وعظيم، وقل من يفهمه إلا من رحم ربك. ولهذا أكثر الناس يتسمى بالإسلام وهو بعيد عن الإسلام. لو سألتكم: هل أبو جهل يقول لا إله إلا الله؟ ما الجواب؟ الجواب نعم، ويقول ربي الله ولا لا؟ لكنه يعبد مع الله ماذا؟ آلهة أخرى. فيقول: ليس الإله إلها واحدا، إنما الآلهة متعددة. ولهذا يتعجبون من النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعاهم إلى التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، فقالوا: أجعل الآلهة إيش؟ إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. إذن افهم معنى الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد، بمعنى أن توحد الله توحيد الربوبية والألوهية وإيش؟ والأسماء والصفات. فتقول: إن الله واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أي شيء؟ أجيبوا: في أسمائه ماذا؟ وصفاته. ما معنى واحد في ربوبيته؟ يعني إذا سألك سائل: من الخالق؟ ماذا تقول؟ من الرازق؟ من المحيي؟ وهذا أقر به جميع أهل الأرض إلا طائفة شاذة من الناس. جميع أهل الأرض مقرون بذلك إلا الشاذون منهم، كفرعون ومن على شاكلته. فرعون إذا قيل: من ربك؟ ماذا يقول؟ أجيبوا: يقول: أنا.
ولهذا يقول أنا ربكم إيش الأعلى، وصادق يقول له كاذب، أجيبه كاذب، لأنه يعلم من حال نفسه أنه كاذب. فرعون يأكل ويشرب ولا لا؟ أجيبه. وليأكل ويشرب، لو ينقطع عنه الأكل والشرب ماذا يكون له؟ يموت، صح ولا لا؟ فرعون لا يمكن أن يسمع كل شيء، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ يعني فرعون لو جالس معنا الآن هل يبصر ما وراء الجدار؟ أجيبه. لو طلب منه أحد عونا وهو في البحر هل يستطيع أن يمد إليه العون؟ أجيبه لا. وهل يسمع كل شيء؟ طيب إذا أكل وشرب يحتاج إلى الخلاء؟ أجيبه. ولو حبس في بطنه ماذا يكون له؟ طيب يصلح إلهه ويموت؟ أجيبه أبدا. ولهذا يذكر عن الشيطان، تعرفون الشيطان؟ تعرف الشيطان؟ تعرفونه ولا لا؟ إبليس ترى ذكي، الشيطان إبليس أقسم بعزة الله أن يغوي بني آدم أجمعين. يذكر أنه طرق الباب على فرعون، من الطارق؟ أجيبه إبليس ولا لا؟ والمطروق عليه الباب منه؟ فرعون. فقال فرعون من بالباب؟ وسكت إبليس، يبي يختبره إبليس. إبليس بيختبر من؟ فرعون. طرق الباب مرة ثانية، إبليس أقوى، فرفع صوته فرعون من بالباب؟ وإبليس ماذا عمل؟ سكت. طرق الباب المرة الثالثة أقوى، فرعون ماذا عمل؟ رفع صوته قال من الملعون الذي بالباب؟ من الملعون الذي بالباب؟ قال إبليس ملعون يطرق الباب على ملعون، ملعون يطرق الباب على من؟ تقول أنا ربكم الأعلى ولا تدري من بالباب. فهمتم الآن؟ تقول أنا ربكم الأعلى ولا تدري من الباب. ولهذا يا إخواني ترى المخلوق ضعيف، العظيم من هو؟ الله الخالق سبحانه وتعالى، الذي لو تسقط منك شعرة من رأسك يعلمها سبحانه وتعالى. والله لو تمشي نملة الآن بيننا لو قلنا الآن ابحثوا عنها يمكن ما نجدها، والله سبحانه وتعالى إيش عالم بها. حتى الأولياء والأنبياء، الأولياء والأنبياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا يدفعون عن أنفسهم إيش ضرا. الله هل هو محتاج للعرش أو العرش محتاج إلى الله؟ أجيبوا، العرش محتاج إلى الله. ولهذا النبي سليمان عليه الصلاة والسلام، نبي الله سليمان أقوى ملك ظهر على وجه الأرض، ممن ملك الأرض بأكملها، ما يحكم دولة يحكم دول أمم. وجنود سليمان حتى تعرفوا توحيد الربوبية، جنود سليمان من هم؟ أجيبوا، الإنس وإيش والجن وإيش والطير، سبحان الله العظيم، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور إيش راسيات. أصغر قدر عند نبينا سليمان لإكرام الضيف يمكن كبر المسجد، الأواني مثل الجبال، وكلهم يطيعون الجن والشياطين، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه إيش من عذاب السعير. يخافون من سبحان الله العظيم، هيبة ولا لا؟ يعني لو بيجينا بس أمير دولة الآن شعرنا بالهيبة ولا لا؟ أجيبوا، فما بالك لو يأتيك الآن رئيس دولة عظمى، ما بالك ممن يأتي ممن يملك الأرض، يملك الأرض بأكملها، وجن وشياطين وإنس كلهم في طاعته، وقصور من ذهب وفضة وأموال عظيمة. أمر ذات ليلة أن يهيئ له النساء، كم عنده من زوجة؟ أجيبوا 99 امرأة، والله الملك ولا لا؟ كم عنده من زوجة؟ أنت كم عندك من زوجة؟
هذا 99 امرأة، وأقسم بالله أن يطوف على نسائه في ليلة واحدة، يعني بجامع 99 كلهم في ليلة واحدة. وأصدر الأمر ملك، قال حسنوا النساء وجملوهن، وكل واحدة تتهيأ، ترى الملك سيمر عليها الليلة. فقال والذي نفسي بيده لأطوفن الليلة على نساء تلد كل واحدة منهن ولدا يقاتل في سبيل الله. من الخالق ولا سليمان؟ أجيبوا، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه إيش أم نحن الخالقون؟ فقيل له لمة ملك، يعني إشارة، قل إن شاء الله، قل إيش. والنبي ترى بشر، ولهذا يقع الخطأ من الأنبياء، ليسوا بمعصومين، لكنهم إذا أخطأوا العصمة أن الله يرسل إليهم الوحي وينبههم عن خطأهم بخلاف غيرهم. فقيل قل إن شاء الله، ولم يقل إيش. أجيبوا، إن شاء الله اعتمد على ماذا؟ على قوته وعلى نشاطه وعلى ملكه ولا لا؟ فطاف على 99، خلص آخر واحدة في ليلة واحدة. قال بكرة تأخذون التحاليل، تحليل إيش؟ الحمل. طلعت النتيجة للزوجة الأولى، وش النتيجة، ناجح ولا فاشل؟ أجيبوا، فاشل. والثانية والثالثة، وين الملك وين العظمة؟ سبحان الله. وطلعت النتيجة الوحدة ناجح، حمل لوحدة، وثمانية وتسعين إيش؟ فاشل. وهذه الوحدة جاءت بنصف ولد، إذن العظمة لمن؟ لله. ترى ما في أحد في هذه الدنيا، والله العظيم ما في أحد يستطيع أن يرفع شيئاً أو أن يخفض شيئاً إلا بإرادة الله. قل لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً إلا إيش؟ ما شاء الله. ويوم حنين إذا أعجبتكم إيش؟ كثرتكم فلم تغن عنكم ماذا؟ وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. إذن الخالق من؟ والرازق من؟ والمحيي هو الله. في رزقك بيد الله، وحياتك بيد الله، وموتك بيد الله. والله العظيم ما تموت إلا إذا كتب الله لك الموت ولا لا؟ أجيبوا، ولا تستطيع أن تمد في عمرك ساعة إلا إذا أمد الله في عمرك ساعة. ما فيه، يستحيل. ولهذا سمعتم في قراءة الإمام وإلى عاد أخاهم هودا، قوم عاد هؤلاء سبحان الله من الجبابرة في الأرض، طول الواحد 24 متر، كم طوله؟ 24 متر، يعني ارتفاع المسجد هذا يمكن 12 متر أو 14 متر. لو جاء واحد منهم بقي له 10 أمتار، يعني المسجد هذا كبير ولا صغير في حقه؟ أجيبه، صغير، ليس بشيء. يمكن لو يجينا واحد الآن من قوم عاد يشيل منا 15 واحد سواء، وعرضه 6 أمتار. وعرضه كم؟ أجيبوا، 6 أمتار. ولهذا قالوا من أشد منا قوة؟ فلما دعاهم نبي الله هود إلى توحيد الله قالوا مهددين له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني انتبه يا هود، ترى سنجمع القوة ونسلطها عليك. ماذا قال نبي الله هود؟ قال إني أشهد الله، من العظيم؟ من القوي؟ الله. واشهدوا، يكلمهم، أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا، تعالوا ثم لا تنظرون، لا تأخرون، بسرعة تعالوا. إني توكلت على من؟ على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ إيش؟ بناصيتها. ما في دابة تدب على وجه الأرض إلا ربك ما آخذ بناصيتها. ما الذي أمسك البحر الآن؟ أجيبوا، الله. ولا لو يطلع متر أغرق أهل الأرض كلها، صح ولا لا؟ ما الذي أمسك السماء أن تقع؟ أجيبوا، والأرض أن تزول؟ الله.
هو القاهر، هو القوي، هو العزيز، هو العظيم. فعظم الله وربك إيش؟ فكبر. أليس هذا يستحق أن يعبد؟ أجيبه، كيف يضيع العقل البشري ويعبد غير الله؟ كيف تعبد مخلوقا؟ كيف تعبد مخلوق يا إخوان؟ وين ذهب عقلك؟ الآن الذين يعبدون الحسين، يا حسين يا حسين، أو عبد القادر أو العيدروس أو فاطمة أو خديجة أو عائشة، هؤلاء بشر أم آلهة؟ أجيبوا، بشر. الذين يعبدون عيسى اليوم، هل عيسى إله؟ أجيبوا، قال الله: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله إيش؟ وأمه ماذا؟ ضعها بين قوسين، كان يأكلان إيش؟ ليأكل طعام، يصلح يكون إلها؟ أجيبوا، الذي ينام يصلح أن يكون إلها؟ ولهذا إبراهيم لما حاج قومه قال: ماذا تعبدون؟ قال: نعبد الكواكب. قال: أنا معكم. طيب الكوكب يستمر ولا يغيب؟ أجيبوا، قال: فلما أفل قال: لا أحب الآفلين، نعبده في الليل ولا حصنه في النهار، هل يصلح له؟ فلما رأى القمر بازغة قال: هذا ربي. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي إيش؟ أكبر. يلي تعبدون الكواكب الصغار، اعبدوا الشمس وريحوا أنفسكم. فلما أفلت قال: يا قوم إني إيش؟ اللي يعبدون الشمس النهار وين يروحون الآن في الليل؟ أجيبوا. ولهذا يا إخواني قلبك يتحرك في الدقيقة الواحدة، في الدقيقة الواحدة ما بين 80 مرة إلى 120 مرة. من اللي يحرك القلب؟ أجيبوا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك إيش؟ طرفة عين، ولا أقل من ذلك. لأن الله لو يتخلى عنك الآن لحظة واحدة، طرفة عين، خلاص قلبك يوقف، والكبد توقف، والكلى خلاص ما عاد تعمل. إذن العظيم هو الله. من المستحق للعبودية؟ هو الله المستحق للعبودية، هو الله سبحانه. وهذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل وأنزلت من أجله الكتب، وقام سوق الجهاد، وهو إفراد الله بماذا؟ بالعبادة، أن تعبد الله وحده، فتصرف جميع العبادات لله: الصلاة والزكاة والحج والصيام والحلف والذبح والنذر والاستعانة والتوكل والاستغاثة، تكون حياتك كلها لمن؟ لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي إيش؟ لله رب العالمين. ولهذا وحد الله، قولوا لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ يعني لا معبود بحق إلا الله. فكل إله يعبد على وجه الأرض فهو إله باطل، إلا الله، إلا الله. فهمتم هذا يا إخوان؟ أجيبوا، نعم. ولهذا سبحان الله جعل الله لنا أمثلة. الحسين رضي الله عنه الذي يعبد الآن من دون الله عند كثير من عامة المسلمين، هل بقي حيا؟ أجيبوا، مات. أجيبوا، طريقة موته، مات على فراشه أم قتل؟ أجيبوا، قتل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي من قتله بأشد الجزاء يوم القيامة. والله الحسين نحبه رضي الله عنه وارضاه، سيد شباب أهل الجنة، وهو من أهل البيت ومن أفضل أهل البيت، هو وأبوه وأمه رضي الله عنه وإخوانه. لكن حنانك ولي، رجل صالح صحابي، قتل شهيدا، لكن لا نعبده من دون الله. لو كان يملك لنفسه نفعا أو يدفع عن نفسه ضرا، هل يسمح لنفسه أن يقتل؟ أجيبوا، أجيبوا إخواني، هل يسمح لأبيه أن يقتل؟ طيب إذن هو بشر. قل: إنما أنا بشر. إيش هذا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل المخلوقات كلها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عبد إيش؟ لا يعبد، وفي المقابل رسول لا يكذب، صلوات ربي وتسليماته عليه. إذن وحد الله، فهمت معي؟
وحد الله بالعبادة، لا تعبد غير الله، فلا تطوف على قبر ولي ولا على قبر ضريح، ولا تتمسح بتربة فلان، ولا تقول يا سيدي عبد القادر اشفني من المرض، ولا يا فلان اشفني من المرض. ترى ما أحد يستطيع يشفيك من المرض، ولا أحد يستطيع أن يقدم لك شيئا إلا الله، وإذا مرضت فهو يشفيك. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الثالث توحيد الله بأسمائه وصفاته. نؤمن أن لله أسماء وأن لله صفات. هذه الأسماء والصفات من أين نأخذها؟ أجيبوا، من عقولنا؟ أجيبوا، لا، نأخذها من القرآن والسنة فقط. فإذا قال لك واحد هل الله سميع؟ ما الجواب؟ تقول نعم، بدليل إن الله إيش؟ سميع بصير. هل الله بصير؟ تقول نعم. هل لله عين؟ تقول نعم. الجواب تجري إيش؟ بأعيننا. هل الله يتكلم؟ تقول نعم، يتكلم كلاما يليق بجلاله. لكن هل لله لسان؟ تقول هذا السؤال حرام. فهمتم الآن معي؟ وهذا السؤال لا يجوز. هل لله بطن؟ تقول أعوذ بالله أن أتكلم بمثل هذا، لا أثبت إلا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف. فلا أقول لله سمع كسمعنا أو لله بصر كبصرنا، نقول لله سمع يليق إيش؟ بجلاله، ولله بصر يليق ماذا؟ بجلاله. والله يتكلم كلاما يليق إيش؟ بجلاله. والله يجيء وينزل نزولا يليق بماذا؟ بجلاله. وجاء ربك والملك صفا صفا. لكن ما نقول هذا النزول صفة كذا وكيفية كذا. ولهذا لما سئل الإمام مالك عن الاستواء، الرحمن على العرش استوى، قال الاستواء معلوم، يعني في اللغة معلوم، فنؤمن أن الله استوى على عرشه، لكن كيفية الاستواء ماذا؟ قال مجهول. والإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عن الكيفية إيش؟ بدعة. ثم أمره أن يخرج من المجلس، قال أنت مبتدع. فنؤمن أن لله أسماء وأن له صفات تليق بجلاله، لكن لا نكيف في الأسماء ولا في الصفات. فهمتم هذا؟ إذن هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. لو خرجنا هذه الليلة بهذه العقيدة برحمة الله ندخل الجنة. يأتي بعد ذلك الفروع، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، هذه تقوم بها. يأتي بعد ذلك الابتعاد عن المحرمات، تبتعد عن الزنا والسرقة وشرب الخمر وما شابه ذلك. يأتي بعد ذلك التعامل مع الناس، تتعامل مع والديك، مع أولادك، مع جيرانك، مع أصدقائك، مع المسلم، مع الكافر، تتعامل بكل خلق فاضل، لأن الإسلام يأمرك بكل طيب وينهاك عن كل خبيث، يحل لهم الطيبات ويحرم ماذا؟ عليهم الخبائث. إذن هذا هو الإسلام، طبقوه في أنفسكم، طبقوه في حياتكم، طبقوه في بيوتكم، تعيشون بإذن الله تعالى سعداء في الدنيا وفي الآخرة. طيب السؤال الثاني، هل الإسلام هذا الدين هل هو بحاجة إلينا أم نحن بحاجة إليه؟ أجيبوا، انتبه، يلعب عليك الشيطان يوم من الأيام تفكر إن الإسلام بحاجة إليك. لا، الإسلام عزيز عظيم، ليس بحاجة إليك أبدا. ولهذا دخل طائفة من الأعراب في الإسلام اختيارا. ما معنى كلمة اختيارا؟ أجيبوا، يعني غير مجبورين، صحيح، اختيارا يعني دون إكراه، دون إيش؟ إكراه، هذا معنى اختيارا. يعني ما دخلوا عن طريق معركة أو حرب أو أسر، لا، قرأوا عن الإسلام، علموا أنه دين الحق فدخلوا. فكان إذا أتت الغنائم عند النبي صلى الله عليه وسلم يأتون ويقولون يا رسول الله دخلنا الإسلام طوعا وغيرنا دخل كرها، طيب ماذا تريدون؟
قالوا أعطنا أكثر من غيرنا. أعطنا إيش؟ أكثر ماذا؟ من غيرنا، يعني أعطنا من الغنائم أكثر من غيرنا. فأنزل الله: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إيش؟ إسلامكم، بل الله ماذا؟ يمن عليكم أن هداكم ماذا؟ للإيمان. والله وتالله وبالله إننا بحاجة للدين، والدين ليس بحاجة إلينا.